كان هذا قبل كورونا. تحية خاصة. أما اليوم فالفضاء الافتراضي هو السبيل الوحيد لدى الفنانين للوصول إلى الجمهور. عماد وفرقته يحيون ليالي شهر رمضان عبر سهرات مباشرة بواسطة الفيسبوك. بفنهم يرفهون عن جمهورهم ويهونون عليه مصائب العزلة ومصاعب الجائحة. رغم مشقة الصوم وإكراهات الحجر المنزلي، الفنانون هنا يسهمون بشكل فاعل في توعية المجتمع ضد جائحة كورونا ويغنون للحياة. على غرار جمهورهم المطربون مسهم الضر كذلك. هذا الإغلاق العام وحظر التجوال بطبيعة الحال أثروا على وضعيتنا المادية والاجتماعية، ولكن في نفس الوقت الحجر الصحي كان بالنسبة لنا فرصة للتكافل الاجتماعي، حيث أننا عدلنا صندوق للتكافل الاجتماعي. رسالة الفن زمن الوباء لا تخطئها العين على مواقع التواصل الاجتماعي. بصمة الطرب بدت واضحة. وترسم وأعرف شرايدك. بصمة لولاها لاستحكم في الخاضعين للحجر المنزلي الملل والاكتئاب. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط.